على نفسي ممكن أفضل. بالنسبة لوزارة الاتصالات السويس، أعتقد يوسف بيها إحنا بدأنا فعلاً إن إحنا كان في بعض المعوقات في شارع جسم السويس من مراكز المحامين السويين الأسواق، ودي تم لأنها وكان من حيث إن إحنا إن شاء الله في المرحلة يعني هنشوف فيها على طول هي برضه ترجع في الشارع بما يضمن يعني برضه السويس. أعتقد إن إحنا بعد ما نقلنا يعني مركز في السويس الأسواق كان برضه ساعد كتير، إنما لا مش رافع كده. أنا مؤمن تماما بإن المديرة الكونغرس لازم تعاد النظر فيها على مستوى القرية الرسمي مش على مستوى القسم السويس ولا أي كان، بس برضه مع نفس الاعتبار اللي قاله الكلام إن يعني مع عدم المساس يعني القدرة كان أجل يعني القدرة الأشجار دي بتعملها مشكلة. أنا مشكلة مع الدكتور جدا، وعملنا مشكلة في بعض الأحيان زي مصر الجديدة، يعني يمكن إحنا عندنا قريب بنفتح مشروع اللي هو جراج روكس. جراج روكس ده جراج يعني علني لم يحدث في الشرق الأوسط. هو الإلكتروني كله سيادة الحساب العملية عندك و يعني زي ما إيه بخش هنا هو طبعا الجراج بيزنس نحن في منذ مرحلة دلوقتي 38 في الأول وحنا عشان يعني حاجة حضرتك.